اليوم احنا هنا متواجدين في حملة تعقيم شاملة لمساجد بلدية غدامس. تأتي ههذه الحملة للأسف بعد ازدياد ملحوظ لحالات إصابة في كورونا بالبلدية، فقمنا بحملة شاملة لمساجد غدامس. بدينا بالمساجد الكبيرة داخل المدينة والمكتظة اللي دائما تكتظ بالمصلين. طبعا احنا قمنا بحملة للمساجد تحديدا، كون المساجد خلال شهر رمضان هي يعني الإقبال، هي القبلة لكل المصلين لكل المواطنين، فقمنا بهذه الحملة محاولة منا التخفيف من حالات الإصابة.